الثلج الجميل، انظري كم هو رائع. طالما أنا هنا داخل المنزل وأشعر بالدفء، جوابي نعم، الثلج جميل. عليك يا زينة أن تتأقلمي مع فصل الشتاء ومع الثلج تحديداً. للتذكير، أنا نحلة ولست فقمة. وماذا تقصدين؟ فأنا أعلم أنك نحلة ولست فقمة. الفقمة حيوان استطاع أن يتكيف مع أشد وأقصى بقاع الأرض برودة، ويواجه بشكل يومي مخاطر كثيرة تهدده بالانقراض. ومع ذلك لا يزال هذا الحيوان يكافح من أجل الإبقاء على تواجده وحقه في العيش كغيره من الكائنات الحية. وأين تعيش الفقمة؟ تعيش الفقمة في جماعات في العديد من أنحاء العالم، كبعض الجزر في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وفي بحر الشمال، وغرينلاند في النصف الشمالي للكرة الأرضية والبحر الكاريبي والأمازون أيضاً. تعيش في أماكن مختلفة، منها أماكن باردة وأخرى استوائية حارة جداً. نعم، وذلك لأنه لها أنواع عديدة. وكم نوع للفقمة؟ أنواع الفقمة في العالم قد تصل إلى 19 نوعاً. تعيش معظم أنواع الفقمات في المحيطات أو في البحار الداخلية على اليابسة، بينما يعيش القليل منها في المياه العذبة. ففقمة بيكال مثلاً تعيش في بحيرة بيكال في جنوب الاتحاد السوفيتي سابقاً، وتوجد الفقمات بكثرة في البحار القطبية، بيد أنها قليلة في المياه الاستوائية. تقضي بعض أنواع الفقمات بما فيها فقمات الميناء والفقمات ذات الطوق معظم وقتها على اليابسة أو على قطع كبيرة عائمة من الثلج، وتبقى فقمات الفراء الشمالية في البحر لثمانية أشهر، وتهاجر لمسافة 8000 كيلومتر في العام، أي أبعد من أي حيوان ثدي آخر. وهي تسبح جنوباً من بحر بيرينغ حتى تصل قريباً من شمال المكسيك، ثم تعود شمالاً. وخلال هذه الرحلة كلها تسبح الفقمات على بعد يتراوح بين 15 إلى 160 كيلومتر من الساحل، ولا تذهب إلى الشواطئ أبداً، ولا يعرف أحد لماذا تقوم الفقمات برحلتها السنوية. وأكبر الفقمات هي فقمة الفيل الجنوبية التي تعيش في مياه تحت المنطقة القطبية الجنوبية جنوبي أمريكا، وربما ينمو الذكر منها ليصل إلى 7 أمتار طولاً، وربما يزن أحياناً أكثر من 4000 كيلوغرام. وتعتبر هذه الفقمة ثاني أكبر حيوان في الحجم بعد الحيتان بين كل الثدييات البحرية. أما أصغر فقمة فهي فقمة المنطقة القطبية ذات الطوق، ويبلغ طولها حوالي 1.5 متر، ويصل وزنها إلى 90 كيلوغرام. ما رأيك أن نذهب ونشرب الشاي؟ لما لا؟ هيا بنا. زينة، ماذا تأكل الفقمة؟ تتغذى الفقمات بمختلف الحيوانات. أم مثل السلحفاة تعيش لوحدها؟ تعيش معظم أنواع الفقمات في مجموعات، وربما تبقى معاً في الرحلات المحيطية الطويلة. وتعيش أنواع قليلة مثل فقمة الروز في المنطقة المتجمدة الجنوبية بمفردها أو مع فقمتين أو ثلاثة فقط. ومما يعرف عن أنواع أخرى تشمل الفقمات الرمادية والفقمات ذات الطوق أنها تعيش لمدة 40 عاماً أو أكثر. وفي كل ربيع تذهب الفقمات إلى أماكن تكاثرها لتتوالد، وتوجد معظم تلك الأماكن على الجزر. تجتمع فقمات الفراء الشمالية على مساحة كبيرة على الشاطئ، حيث تستطيع أكثر من 150,000 فقمة من التجمع في موقع واحد. وذكور ثيران، فقمة الفراء الشمالية هي أول من يصل إلى المكان، وبعد وصول الفقمة الأنثى إلى الشاطئ بقليل تلد صغيرها الذي حملته في بطنها لمدة 12 شهراً، ومرة أخرى سترافق الأنثى ذكراً، وذلك بعد أيام قليلة من ولادتها لصغيرها. مدة حمل الفقمة سنة كاملة؟ نعم، سنة كاملة، وقد تحمل معظم إناث الفقمات أول صغير لها عند عمر 5 سنوات، وتظل بعض إناث الفقمات تلد حتى تبلغ 25 عاماً من العمر، وتلد الأنثى جرواً واحداً في المرة الواحدة. أما التوائم فنادرة، وللجرو الحديث
أسنان بارزة من اللثة، وأجسام فقمات الفراء الحديثة الولادة وفقمات الفيل وفقمات الراهب تتغطى بفراء أسود. أما جراء فقمات الهارب وفقمات النمر والفظ والفقمات الأخرى التي تعيش على جزر الثلج العائمة فتكون بيضاء رمادية نوعاً ما وأحياناً بنية. وتستطيع جراء فقمة الفراء الشمالية السباحة، كما تستطيع السير على الأرض بمجرد ولادتها وتقصر، فمكانها الطبيعي البحر وليس السر. فأكبر أعداء الفقمة هو الإنسان، فمنذ مئات السنين والصيادون يقتلون الفقمات لدهنها وعظامها وفروها ولحمها. وخلال القرن 19 قتل الكثير من الفقمات ولم يبقى منها إلا القليل على قيد الحياة. وقد انتقدت كثير من الدول طريقة صيد الفقمة وخاصة فقمات الفراء الشمالية. وفي عام 1911 للميلاد وقعت كل من كندا واليابان وروسيا والولايات المتحدة اتفاقاً لحماية فقمات الفراء الشمالية داخل حدود تلك البلاد. وللفقمات قليل من الأعداء بجانب الإنسان، حيث تهاجمها أسماك القرش الكبيرة والحيتان القاتلة في المياه، كما تهاجمها الدببة القطبية فوق الثلج. وللفقمة قليل من الدفاعات ضد أعدائها، فبعض الأنواع تسبح وسط الأمواج القوية وبين الصخور الضخمة قريباً من الشاطئ، حيث لا يستطيع معظم أعدائها متابعتها، بينما تغوص أصناف أخرى عميقاً عند اقتراب العدو منها. والكثير من أنواع الفقمات بطيء جداً ومتبلد على الأرض أو الثلج، مما يجعل فرصتها في الهرب من العدو ضئيلة جداً. عندما أذهب إلى السيرك سوف أقدم الطعام للفقمة. هل ستذهبين إلى السيرك اليوم لرؤية الفقمة؟ السيرك غير موجود الآن، ولكنه في فصل الصيف سوف يعود إلى المدينة. أريد الذهاب معك ورؤية الفقمة. سوف نذهب معاً، أعدك. أما الآن دعينا نتناول كوب الشاي.